بكم أينما كنتم، لقاء جديد متجدد معكم في كل مكان. سهرتنا لهذه الليلة تحمل عنوان صوت الوتر. سمعت صوت الوتر من عود، فزيت من نومي وغنيت لأنني كنت به موعود. يا ليت يصدق معي، يا ليت نادى حبيبي 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 ولوه لبيت. سمعت صوت الوتر من عود، فزيت من نومي وغنيت لأنني كنت به موعود. يا ليت يصدق معي، يا ليت نادى حبيبي حبيبي حبيبي. كأني مغرم بليلة وعمري في الهوى ليلة، عمري في الهوى ليلة، نهار اللي يحب ليلة، نهار اللي يحب ليلة. كأني مغرم بليلة وعمري في الهوى ليلة، عمري في الهوى ليلة، نهار اللي يحب ليلة، نهار اللي يحب ليلة، وناره في الهوى نارين. وكأني مغرم بليلة عمري في الهوى ليلة، عمري في الهوى ليلة، نهار اللي يحب ليلة، نهار أيوة. كأني مغرم بليلة وعمري في الهوى ليلة، عمري في الهوى ليلة، نهار اللي يحب ليلة، وناره في الهوى نارين. وكأني مغرم بليلة وعمري في الهوى، عاش وعمري في الهوى ليلة، نهار اللي يحب ليلة، نهار اللي يحب ليلة، ناره في الهوى نارين. عجب أمر الغبي وعجب حنينه من قساه، عجب حنينه من قساه، عجب تهم بو قبل ما تعجب، تهم بو قبل والله. عجب أمر الغبي وعجب حنينه من قساه، عجب حنينه من قساه، عجب تهم بو قبل ما تعجب، تهم بو والله. عجب أمر الغاضي وعجب حنينه من قساه، عجب حنينه من قساه، عجب تهم قبل ما تعجب، قبل ما تعجب. وتلقى المر في أمرين، وكأني مغرم بليلة عمري في الهوى، عاش عمري في الهوى ليلة، نهار اللي يحب ليلة، نهار اللي يحب ليلة، نار في الهوى نارين.
هم الناس من همه هم الناس من همه ألا ليت الأمر همه ألا ليت الأمر همه أنا مالي سوى همه هم الناس من همه هم الناس من همه ألا ليت الأمر همه ألا هم الناس من همه وهم الناس من همه ألا ليت الأمر همه أيه أنا مالي سوى همه وهم الناس من همه هم الناس من همه ألا ليت الأمر همه ولاقي من العسر يسرين جميل يا عبد الله ويعطيك العافية. بدي أسألك، هل كل أصوات المطربين في المملكة العربية السعودية بهالحلاوة؟ الحقيقة يعني ما شاء الله الخليج غني وثري بالأصوات الرائعة والأصوات ذات الأداء الجميل الرائع. نعم. يمكن الأخوان السعوديين لكثرة وجود التراث الفلكلوري اللي تشبعنا فيه يمكن هذا زادنا نوعا ما يعني، ولكن الأصوات كلها ما شاء الله رائعة. هل للصحراء تأثير؟ للصحراء تأثير وللبحر تأثير ولكل مكان له تأثيره على الأشخاص أو الأفراد المقيمين في المنطقة هذه، وأيضا للجبال تأثيرها الخاص بدون شك. نعم. بودنا عبدالله نتعرف على بطاقتك الشخصية قبل ما ندخل أو نلج في هذه السهرة، تعرف على بطاقتك الشخصية ومن ثم نخوض في موضوعات عديدة. عبدالله رشاد، فنان من السعودية. العمر ما في داعي أقول لك إياه. العمر 29 سنة. نعم. ماشي في الثلاثين، لسه ما دخلت الثلاثين. نعم. متزوج ولي أسرار وسهر. أسرار وسهر. نعم. يبدو أن الاسم الثاني موسيقي وأيضا للاسم الأول أيضا تأثير موسيقي. والله يعني هذه الأسماء تجي من ربنا سبحانه وتعالى. نعم نعم. عبدالله، وأنا أتصفح تاريخ حياتك اكتشفت أن أول ارتباط فعلي لك بالغناء كان في مؤتمر وزراء خارجية العرب اللي عقد في الطائف عام 84. ومن هناك انطلقت شرارة عبدالله رشاد. ماني قال شرارة، أقول بداية تألق عبدالله رشاد هناك. فبودنا نعرف شو اللي صار في ذيك الفترة. حفلة وزراء الخارجية العرب كانت لأول مرة تعقد في مدينة الطائف، وأنا كنت يعني من أحد أبناء مدينة الطائف ومنتمي لجمعية الثقافة والفنون. نعم. الحفلة أنا أصلاً ما كنت موضوع فيها ولا كنت مشارك فيها سوى أني مع الكورال. تغيب أحد الفنانين الكبار في الحفلة هذه، وكان في وقت فراغ. من هو هذا الفنان؟ يعني فنان أعتقد أنه علي عبد الكريم أو محمد عمر في الفترة اللي كان فيها محمد عبده وطلال مداح، وكان الشباب كان علي عبد الكريم ومحمد عمر مشاركين في الحفلة. أعتقد تغيب علي عبد الكريم أو محمد عمر. نعم. فعندهم وقت فراغ، الفراغ هذا لازم يملى لأنه الوقت محسوب. الحقيقة رئيس القسم الموسيقي في الجمعية تحمل مسؤولية أنه يقدمني في هذا الفراغ على مسؤوليته الخاصة، لأنه طبعا ضيوف ومش ممكن يجيبوا أي فنان يملوه في السهرة لأنه هذه مسؤولية. كانت وقتها غير معروف. أول مرة أغني على مسرح. نعم. الحقيقة يعني تفاجأت أنه يقول لي لا، لابد أنه تطلع وتغني. إنقاذ موقف. إيه، إنقاذ موقف. نعم. تحملت المسؤولية والجرأة، تعرف مواجهة الجمهور لأول مرة مسؤولية صعبة جدا. الحقيقة غنيت أغنية فلكلورية، يعني ما أبالغ أنه أصبح الجمهور كله يردوا معايا وانبسطوا.
ثاني يوم فوجئت بصفحات في الجرائد السعودية، الفنان القادم بقوة بسرعة الصاروخ ومش عارف. أنا في الحقيقة يعني أخذني الموقف خلاص، فنان كبير. عبد الله شوقتنا، إحنا بودنا نعرف شنو الصاروخ اللي وصلك للجمهور، شنو هالأغنية الصاروخ؟ لا يعني هو كان تقبل الجمهور. نعم، هو الجمهور إذا تقبل إنسان هذا الوصول، يعني إذا مو الأغنية، مو شرط الأغنية، الأغنية عامل مساعد، ولكن الفنان إذا قبل من الجمهور إذا وصل لهم، وصل لهم أي شيء يبغى. جميل. طيب ما هي الأغنية اللي غنيتها في ذاك الوقت؟ يعني كانت من ضمن الأغاني الفلكلورية، سليم سليم وش سوي لمحبوبي، أغنية سليم. أي نعم، والحقيقة أغنية معروفة للكل. نعم. كان لها دور جميل جدا في حياتي. الأستاذ طارق عبد الحكيم غناها أيضا، ولكن هل غنيتها بطريقة طارق عبد الحكيم ولا بطريقة فنان مغمور كان وقتها؟ لا، غنيتها بالأسلوب التراثي، سليم سليم وإيش أسوي لمحبوبي، ومعروفة طبعا الشباب ما شاء الله يعرف عنها، فكان لها دور طيب الحقيقة. طيب، ومن خلال أو من بعد هذا اليوم برز اسم عبد الله رشاد. بدأت يعني أظهر بشكل جدي في، طبعا أصبحت فنان الجمعية الرئيسي. كان يوجد فنانين في مدينة الطائف، لكن أنا ما كان لي أي دور وقتها، مجرد أجي في الجمعية وأسمع وأشوف فنانين كبار موجودين. من الوقت هذاك أصبحت أنا من فنانين الصف الأول في جمعية الثقافة والفنون في الوقت هذاك. بالتالي رشحت، بدأ ترشيحي من قبل رعاية الشباب إلى خارج المملكة لتمثيل المملكة في كثير من المهرجانات. طيب عبد الله، هذا يجرني إلى سؤال مهم جدا. انطلقت فجأة ومن خلال موقف حصل، بالطبع هناك غيرة فنية، فنان يلمع نجمة فجأة، هل هناك غيرة فنية حدثت من قبل المطربين أترابك أو حتى الفنان اللي تغيب في ذاك الوقت؟ هي الغيرة ما هو بالشكل اللي نقول عليه غيرة، وإن شاء الله أنه ما يكون في غيرة فنية، ولكن هو تنافس، وإن شاء الله أنه يكون تنافس شريف، لأنه الفن عطاء. نعم. إذا أعطيت الفن يعطيك، وفي كل الأحوال إحنا مقصرين جدا في الفن، لأنه الفن رسالة كبيرة جدا وصعبة وشاقة، تحتاج لتفرغ تام، وينقصنا التفرغ التام للفن. زي ما قلت لك، الفن يعني ألفوا فيه كتب ودواوين، وصعب أنه إحنا كل اللي بنعمله اجتهادات شخصية. هذا يجرني عبد الله إلى سؤال حول الوظيفة أو الوظيفات المختلفة للأغنية. عارف أن الأغنية أيضا ما عادت الأغنية اللي تطرب الجالسين فقط، الأغنية أيضا تؤدي دور في المجتمع، فأين أنت من الأغنية ذات الهدف؟ هذا سؤال حلو جدا. الأغنية في وقتنا الحاضر أو من السابق، الأغنية لها رسالة اجتماعية. كل إنسان بطبيعته عاطفي، وكل إنسان في الوجود عنده حس فني. الحس هذا حتى في خطواته، حتى في نبض قلبه، حتى في طبيعة حياته رتم ماشي عليه الإنسان. لذلك كيف توصل هالرتم هالحس وترجمه للناس؟ هذا شيء صعب جدا. لذلك في أغاني اجتماعية، في أغاني عاطفية، في أغاني وصفية، في أغاني وطنية، عدة أنواع. الفنان لابد أنه يكون يشكل نفسه في هالإطار حول هذه الأغاني. لابد أنه يشارك في، إذا كان أغاني وطنية لابد أنه يعني يخلي تدفق وطني في عطائه للأغنية أو في أدائه للأغنية. لذلك كذلك المؤلف والملحن، طبعا أنا بتكلم بصفة عامة، إضافة إلى الأغنية العاطفية. يعني إذا كان في أغنية عاطفية أكون أنا والمؤلف والملحن بنحاول يعني في عمل في دراستها أو في طريقة تسجيلها، الحقيقة بيكون موضوع صعب جدا وشاق. كيف أنه نتخيل الموقف اللي إحنا بنرسمه؟ عبد الله، لاحظت من خلال الأغنية اللي بدأت فيها سيدة الغواني أنه كلماتها أو القوافي منتهية دائما بجناس،
ما اختلفت مع المؤلف الكلمات انه هذه الأغنية ممكن تكون غير مفهومة للمتلقين؟ انت الأغنية كأني مغرم بليلة، كأني مغرم بليلة بالضبط، كأني مغرم بليلة، يعني هي قصة ولكن فيها نوع من أنواع التورية. نعم. والحقيقة يعني كان لها دور طيب ونجاح الحمد لله، لأنه الناس محتاجين الكلمة البسيطة السهلة التي توصل لهم بسهولة. أنا لاحظت أن قوافيها منتهية ب كما ذكرت لك جناس مثلا. نعم. بليلة. نعم. وأيضا بليلة. نعم. وكل ليلة لها معنى. نعم ما في شك، عشان كذا أقول لك يعني الدرس في اللغة العربية لابد أنه كل إنسان يفسره بتفسيره الخاص. يعني الناس قبلوها وفهموها، وكل إنسان يفسرها بتفسير خاص فيه. نعم. نعم. مش ممكن أنا أفرض على الناس تفسير معين، أقول لهم هذه رسمة الأغنية وهذا نص الأغنية وهذا كلامها، لا، كل إنسان له إحساس معين. نعم. زي ما سبق قلت لك، هو يفسرها تفسيره الخاص. نعم. طيب نسألك عن الأغنية الخليجية بصورة عامة، هل الأغنية الخليجية أدت الوظيفة المطلوبة منها على صعيد الأصعدة المختلفة عموما، الوطني الاجتماعي، أغنيات المناسبات، الأغنية الدينية، باعتقادكم؟ الأغنية الخليجية يعني الحمد لله أنه الدليل على وصولها للعالم العربي والعالم الغربي ترددها في كل المناسبات في كل مكان. الحمد لله تسمع الأغنية الخليجية في العالم العربي، الفنانين في العالم العربي، المصريين، السوريين، كل الجنسيات بيغنوا الأغنية الخليجية. هذا أكبر دليل على وصول الأغنية الخليجية للمجتمع العربي. نعم. ترجمت أغنيات خليجية إلى اللغة الإنجليزية في كثير من الأغنيات. ليلة ليلة مثلا. نعم. غنيت بالأسباني، غنيت بالإنجليزي، غنيت بالفرنسي، بالتركي. يعني هذا أكبر دليل الحمد لله أنه وصول الأغنية الخليجية، إضافة إلى الرتم الخليجي. الرتم الخليجي له طابع يعني خاص جدا، والإيقاعات أنواع مختلفة طبعا. الشباب يعني ما شاء الله فكرتهم أكثر في الإيقاعات. لكن عبد الله عفوا على المقاطعة. نعم. الأغنية الخليجية تتميز بإيقاعاتها المختلفة والغنية منذ أمد بعيد. نعم. ولكن ما سر وصول الأغنية الخليجية إلى العالم العربي الآن وليس منذ فترة؟ ليش؟ لأنه كان التواصل، الفنان كان حدوده الخليج، ما كان يسافر مصر إلا للتسجيل، ما كان يعمل حفلات خارجية. وجود الحفلات الخارجية، التصوير، القنوات الفضائية، انتشارها، هذا له دور كبير في انتشار الأغنية الخليجية طبعا بدون شك. طريقة الإخراج الجميل اللي بنشوفه في المخرجين الخليجيين، حقيقة هذا له دور كبير في انتشار الأغنية الخليجية، ولسه يعني ما أخذ طابعها اللي احنا نطمح له الحقيقة. نعم. لسه في أشياء كثير جدا إن شاء الله حتصير. نعم. أيضا احنا أوصلنا الأغنية الخليجية إلى مسامع الأخوة العرب، ولكن الأغنيات العربية وأعتقد أنها واصلة من زمان. فعبد الله رشاد شخصيا، ما الأغنية اللي بينه وبين نفسه دائما يدندن بها ويطرب لها؟ يعني لمن؟ والله لكل الفن، أنا يعني المفروض أني أسمع لكل الفنانين. نعم. خليجيين وعرب، نوع من المتابعة. لكن طبعا تربينا وسمعنا على أغاني أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وفريد، فايزة أحمد. نعم. من الفنانات اللي الله يرحمها كان لها أداء مميز في أسلوبها، فايزة أحمد. يعني جميل. على طاري فايزة أحمد، أنا شخصيا في وضع أتمنى أن أسمع نغمات فايزة أحمد بعودك، فإيش رأيك؟ أغني أنا؟ نعم. يعني أنا وين يعني فايزة أحمد الله رحمها، مشكلة أنه أغني وتقارن. هو ما هو اختبار، ولكن نسمع عبد الله رشاد في لون آخر. والله ما عندي مانع. الأغنية المفضلة على قد الحال يعني؟ نعم. حاضر. إيش أغني الفايزة؟ أنا قلب إليك ميال. أنا قلبي إليك ميال وما فيش غيرك عالبال، أنا قلبي إليك ميال ما فيش غيرك عالبال، أنت وبس
حبيبي انت وبس الحبيبي انت وبس الحبيبي انت وبس الحبيبي مهما يقول العزال انا قلبي اليك ميال ما فيش غيرك عالبال انا قلبي اليك ميال ما فيش غيرك عالبال انت وبس الحبيبي انت وبس الحبيبي انت وبس الحبيبي انت وبس الحبيبي مهما يقول العزال وبحبك قد عنيا حتى اكتر منها شوية وبحبك قد عنيا حتى اكتر منها شوية اسألها انت وحلفها على طول حتقولك هي اسألها انت وحلفها على طول حتقولك هي انت وبس الحبيبي انت وبس الحبيبي انت وبس الحبيبي انت وبس الحبيبي مهما يقول العزال مهما يقول العزال مهما يقول العزال سلام. وانا عندي سؤال على البال على نفس الوزن عبد الله. طبعا معروف ان الفنان عندما ينطلق دائما تعودنا ان يكون من خلال شريط كاسيت، فهل بدايتك الحقيقيه بدات بشريط كاسيت؟ ونريد ان نتعرف على اول شريط لك. الحقيقه بدات من خلال مشاركاتي المحليه في المملكه، مشاركات التلفزيون، البرامج المنوعات كان لها دور كبير قبل بدايتي، قبل ظهور الكاسيت، يعني قبل اني اعمل اي شريط كاسيت. وكنت رافض فكره انه اعمل شريط كاسيت الا بعد وصولي للناس. بدات في عمل شريط كاسيت، تعاقدت مع شركه يونانيه في عمل الشريط. كان شريط رائع جدا ولكن للأسف فشل جدا. عام كم هذا؟ في عام 85 أعتقد. وفشل جدا. فشل جدا مع إنه كان من كبار المؤلفين وكبار الملحنين. كان من ضمنهم الأمير بدر بن عبد المحسن وإبراهيم خفاجي وسامي إحسان ومحمد شفيق، ملحنين كبار الملحنين عندنا في السعودية وكبار المؤلفين. شو السبب؟ السبب. السبب يعني شيء مضحك صراحة، يعني مضحك وفي نفس الوقت يعني تحز في النفس. شريط تعبت فيه جدا وانتقاء الكلمات والألحان، ومن ضمنه الفنان سراج عمر أيضا له لحن. الشريط تم إنتاجه من خلال شركة يونانية كبيرة، طبعا ما يعرفوا إيش معنى رمضان عندنا، فتوقيت الشريط كان سيء جدا، انه كان نزوله في شهر رمضان، في 20 رمضان، يعني الناس يتعبدوا صلاة وشهر يعني كريم ما هو شهر. للأسف هم ما يعرفوا انه هذا الشهر يعني من المفروض انه ما تنزل فيه شرايط، فنزل الشريط في شهر رمضان وعدى بدون اي يعني. واللون اختاروا لون يعني وما اقول لون وحش، لون برتقالي، يعني اللون كان غريب والتوقيت غريب، لكن يعني ربنا كان رايد كذا الصراحة. فشل الشريط هذا وأصبت بإحباط شديد، ولكن طموحي كانت أكبر من الإحباط الحمد لله. بعد ذلك نزلت بشريط اسمه المعصب الأحمر، كان في أغنية قدرتك على الله والحب الجديد، هذا كان من كلمات أبو فيصل وألحان محمد شفيق، وبدأ
يعني أخذ وضع جميل جدا في المملكة وفي الخليج. أعتقد كانت الأغنية ناجحة من ضمنها قدرتك على الله، كان لها دور كبير في الوقت الماضي. نعم، يبدو أنك مريت مرور الكرام على شريطك الأولي، ما ذكرت لنا إيش الأغاني اللي كانت فيه؟ كانت ابتدينا وقصيدة حب و زمان يا ليل وأنا للأمير بدر بن عبد المحسن يعني، وهذا أنت في النهاية. أيوة نعم. كيف وصل عبد الله بعد الشريط الأولي اللي باعتقاد عبد الله وباعتراف عبد الله أنه فشل، كيف وصل عبد الله الآن إلى ما هو عليه ودخل قلوب الناس؟ والله عاد هذا تسأل الناس، يعني أنا اجتهاد يعني لا أكثر ولا نعم باعتقادك عبد الله. والله إحنا مقصرين جدا في كل الأحوال بدون تأكيد، ولكن حب الناس هذا أكبر مكسب، وصولي للناس عن طريق رسائلي لهم عبر الأغاني، عبر الأعمال اللي بنقدمها للناس، هذا أعتقد أكبر وصول لي وهذا أكبر مكسب لي. نعم، سمعنا أن الفنان محمد عبده ذكر عن الفنان عبد الله أنه خليفته، ولكن الألوان الغنائية اللي تغنيها مختلفة، فكيف تكون خليفة الفنان محمد عبده؟ والله هذا الكلام اللي قاله الأستاذ محمد عبده شهادة كبيرة يعني، وأشكره عليها، لكن موضوع الخلافة هذا مسؤولية كبيرة. نعم. ومحمد عبده طبعا صاحب مدرسة كبيرة، وكون أنه يقول عني هالكلام يعني يمكن لأنه أنا أحب محمد عبده أو أدرس شخصيته بالأحرى وأسلوبه في انتقاء الكلمات وأسلوبه في التعامل له طابع مميز جدا. أنا الحقيقة يعني إيش أقول لك، بس أحرجتني بهالسؤال ومحمد عبده ورطني يعني بهالكلام، ولكن أتمنى إن شاء الله أنه أكون صاحب عطاء مختلف ومميز إن شاء الله. نعم، هل لك تعاون مع محمد عبده لو على الصعيد اللحني مثلا؟ والله بإذن الله تكلمنا في الموضوع هذا كثير، وفي اتفاق عمل فني أكثر من عمل بيني وبين الفنان محمد عبده، والشريط القادم حيضم أغنية من ألحان محمد عبده. نعم، معظم الفنانين عندما يصدر شريط جلسة، طبعا شريط الجلسة لن يكون مكلف ماديا مثل الشريط اللي تكون بصحبة الفرقة بالطبع، ولكن لماذا تنجح أغنيات الجلسة وقد يكون في نفس الوقت هناك فشل ذريع لأشرطة الموسيقى؟ أنت قلت نقطة أنه ناحية التكاليف أنه الجلسة ممكن تكلف أقل، بصرف النظر عن التكاليف، تكاليف الفنان دائما بيحرص على عمله في كل الأحوال، وصدقني الفنان يعني بيدفع أكثر من ما بيستفيد، كله عشان يقدم للناس تعب وثمرة تعب وجهد ومكسبه في نجاح العمل اللي بيقدمه. أغاني الجلسة محبوبة عند الجمهور الخليجي أكثر من الموسيقى، مع العلم أنه في نوعيات مختلفة، يعني في ناس يحبوا الجلسات على العود والإيقاعات فقط، في ناس يحبوا الموسيقى الأوركسترا، كل ناس لهم لون معين. نعم. ولكن الأقرب للناس حسب طبيعتنا وبيئتنا الجو الاجتماعي، زي الحين احنا جالسين كذا بنغني وجلسة، هذا يعني حقيقة أقرب للناس انه من ما يكون في أوركسترا وكمانجات وقانون، لها موضوع آخر. نعم، علشان نكون بصورة أوضح عبد الله، ممكن تختار لنا، يا ريت تختار لنا أغنية من هذه الأغنيات على إيقاع معين وبالتالي نسمعها حتى نكون في الصورة. ما عندي مانع في ايش تحب اغني؟ السمر والبيض على اي ايقاع؟ يا ريت على ايقاع الخبيتي. الخبيتي اي. الاغنيه هذه طبعا من الالوان الفلكلوريه ومن كلمات الشاعر صالح الشادي، طبعا هي عبارة عن مقارنة، وليس مقارنة بالفعل، مقارنة بين السمر والبيض طبعا في النهاية من اللي غلب؟ لا، في النهاية الاثنين حلوين.
دار الزمان والفلك دار، واحترت أنا كيف بختار، احترت أنا كيف بختار، دار الزمان والفلك دار، دار الزمان والفلك دار، واحترت أنا كيف بختار، احترت أنا كيف بختار، دار الزمان والفلك دار، دار الزمان والفلك دار، واحترت أنا كيف بختار، احترت أنا كيف بختار، دار الزمان والفلك دار، دار الزمان والفلك دار، واحترت أنا كيف بختار، احترت أنا كيف بختار، دار الزمان والفلك دار. البيض والسمر حيرة، قصة كبيرة كبيرة، من يا ترى نستشيره ويقول لنا كل الأخبار. البيض والسمر حيرة، قصة كبيرة كبيرة، من يا ترى نستشيره ويقول لنا كل الأخبار. دار الزمان والفلك دار، واحترت أنا كيف بختار، احترت أنا كيف بختار، دار الزمان عاشوق. لا مر للسمر طاري، خرجت أنا عن مداري، واشرق علي يا نهاري، وغنيت واشعلت الأوتار، وإن لاح والبيض وني، وأقول شي فتني، اللي خذوا العقل مني يا زينهم مثل الأقمار. دار الزمان والفلك دار، واحترت أنا كيف بختار، احترت أنا كيف بختار، دار الزمان والفلك دار. لا مر للسمر طاري، خرجت أنا عن مداري، واشرق علي يا نهاري، وغنيت واشعلت الأوتار، وإن لاح والبيض وني، وأقول شي فتني، اللي خذوا العقل مني يا زينهم مثل الأقمار. دار الزمان والفلك عاشوا، احترت أنا كيف بختار، دار الزمان والفلك دار. السمر فيهم ملاحة، طبعا رقيق وسماحة، في قربهم كل راحة، وفي بعدهم حيرة أفكار. والبيض نور الليالي، شيء عزيز وغالي، إن شفتهم لا تبالي، قول القصايد ولا شعار. دار الزمان والفلك دار، واحترت أنا سيدي سيدي، احترت أنا كيف بختار، دار الزمان. السمر فيهم ملاحة، طبعا رقيق وسماحة، في قربهم كل راحة، في بعدهم حيرة أفكار. والبيض نور الليالي، شي عزيز وغالي، إن شفتهم لا تبالي، قول القصايد ولا شعار. دار الزمان والفلك دار، واحترت أنا كيف بختار، أيوة احترت أنا كيف بختار، دار
حلوين لونين في داخل العين عشق لكل المحبين لا شفتهم شبت النار السمر والبيض حلوين لونين في داخل العين عشق لكل المحبين لا شفتهم شبت النار دار الزمان والفلك دار واحترتنا كيف بختار احترتنا كيف بختار دار الزمان والفلك البيض ما احلاهم والسمر ما احلاهم ودي بلوقياهم ودي بلوقياهم البيض ما احلاهم والسمر ما احلاهم ودي بلوقياهم ودي بلوقياهم البيض ما احلاهم والسمر ما احلاهم ودي بلوقياهم ودي بلوقياهم والبيض ما احلاهم والسمر ما احلاهم والبيض ما احلاهم والسمر ما احلاهم والله والسمر ما احلاهم والسمر ما احلاهم الله يسلمك. واعتقد انك منصف في هالاغنيه وارضيت الطرفين. يقولون دائما الفنان مجامل، هل انت مجامل حتى في هذه الاغنيه؟ جاملت البيض وجاملت السمر. والله انا بطبيعتي مجامل جدا، وهذه الـ يعني الشيء الوحيد المشكله في حياتي واللي متعبني. هي طبعا شيء كويس ان الواحد يجامل، ولكن المجامله احيانا تكون على صحه الانسان وعلى حياته واسلوبه وتعامله. لكن الحقيقه السمر والبيض، انا بتكلم بصفه عامه، السمر والبيض حلوين، لونين داخل العين، يعني كلهم في العين. صحيح. الاثنين. عبد الله، ايضا لاحظنا شيء مهم جدا، وهو انك في الكويت غير مشهور جدا كشهرة بعض الفنانين السعوديين. نعم. هل هو تقصير منك؟ هل هو ايضا تعتقد ان الاعلام الكويتي لم يعطيك الضوء الكافي؟ بالعكس، احنا مشكلتنا ضيق الوقت، ولكن احنا الخليج ابناء منطقة واحدة، ينقصنا كثير التواصل وخاصة من الفنانين. مشكلة الفنانين ارتباطاتهم الكثيرة، سفرهم الدائم. أنا أجي الكويت أو أروح الإمارات أو البحرين، أروح لعمل. نعم. والوقت يعني محدود جدا بالنسبة لي، يعني روح أجي الكويت على الاستوديو 24 ساعة في الاستوديو. حقيقة يعني الأخوان في وزارة الإعلام ما يقصروا معانا، يعني يحبوا المشاركة، ولكن والله ضيق الوقت بالنسبة لنا يكون محسوب بالساعة. التقصير طبعا مننا، والاعتذار مننا أيضا، لابد أن نعتذر في الأمور هذه. طيب، هذا يفرض علينا أيضا تحدث عن الأغنية. أغانيك هل تم تصويرها وبالطريقة التي تريد أو بالطريقة التي تكفل نجاحك؟ وجود القنوات الفضائية وانتشارها بشكل كبير زي ما احنا شايفين، أصبح له دور كبير لانتشار الأغنية، وأصبح حقيقة أصبح عامل مهم جدا وعامل مساعد لانتشار الأغنية. التصوير فن والإخراج فن، ولكن كيفية ارتباط الكلمة بالصورة هذا اللي صعب جدا، الوصول لنوعية المخرج الدقيق جدا. نعم. عندنا إمكانيات كبيرة وإمكانيات رهيبة وكفاءات عالية من المخرجين صراحة في الخليج، بدأوا بشكل جيد في منافسات، يعني إن شاء الله نقدر نقول إنها منافسات عالمية. طيب عبد الله، هل أنت جريء مثلا في لو تم طلب تصوير أغنية من قبل مخرج كبعض المخرجين لدينا أو في أي مكان، هل ستكون جريء بالتجاوب مع أفكارهم؟ حتى هناك بعض المخرجين لديهم أفكار قد تكون أفكار غير تقليدية وأفكار يمكن نطلق عليها مجنونة. أي ما في شك، ولكن إحنا عندنا عادات وتقاليد، والعادات والتقاليد هذه متمسكين فيها، والحمد لله ولا نزال متمسكين فيها. جميل.
لكن التصوير فكرة، وما يمنع أنه الفكرة تكون يعني فيها خروج عن النص بشكل يعني ما يمس العادات والتقاليد أو ما يخرج عن نطاق العادات والتقاليد. وأنا جريء بدون شك، ولكن في حدود العادات والتقاليد. أيضا جميل، والعادات والتقاليد إذا لم نحافظ عليها فلن نكون نحن. لاحظ أنك عبدالله تركز على أغنيات المناسبات وما حدثنا كفاية عن أغنيات الألبومات. يعني تحب أقول لك بالكلام ولا بالسمع؟ والله الاثنين، الجمهور يفضل الاثنين، ولا إيش رأيكم؟ نعم الاثنين إذن. طيب احنا وصلنا إلى الشريط الأول، تكلمنا عنه. الشريط ما نبي نقول الفاشل عشان ما نذكرك بهالمرحلة. لا بالعكس، لكن هي مرحلة كان لابد منها. ثم الشريط الثاني، في عملت شريط بعنوان ليلة أبو الأسرار، وكان له دور جميل جدا في أيضا إضافة لرصيدي. أغنية ليلة أبو الأسرار أغنية بسيطة جدا ووصلت للجمهور الخليجي بسلاسة. أنا بربط بينها وبين بنتك أسرار. هذا موضوع أنت آخر. أنت أبو أسرار. أي نعم، ولكن يعني أي نعم بنتي بعد الأغنية، بس جات والله عن طريق الصدفة. صدفة. أي والله. والناس ربطوها بأنه الليلة أبو الأسرار، أصبح يقولوا أبو أسرار أبو أسرار. ومشت عليك. مشت. نعم. طيب بودنا نتعرف على شريط الليل أبو الأسرار. نعم. الليل أبو الأسرار كان مجموعة من الأغاني شارك معي فيها الفنان خالد الشيخ، كان أول مرة أتعامل معه. الفنان عبد الرب إدريس، خالد الشيخ، صالح الشهري. كانت أعمال بدأت أنتقي فيها المؤلفين والملحنين بشكل جيد. بدأت مرحلة جادة يعني أكثر. بدأت تنتقي. بدأت مرحلة جادة أكثر. ذكرت لي بدأت أنتقي، إذن كان هناك البداية مثلاً كان الاعتماد كلياً على الملحن. الملحنين والمؤلفين. لا لي دور، ولكن يعني كاتب كبير وملحن كبير إنه أنا أغني لهم، تعرف هذا مكسب في حد ذاته. نعم. بعد كذا مرحلة الانتقاء، وكل فترة كل سنة الفنان فيها أو كل فترة يعني أبعاده تزيد وسعا طبعا، آفاقه وتفكيره من كثرة القراءة والاطلاع والدراسة تفتح مجال الشخص. جميل. المدارك تتوسع طبعا بدون شك. فبدأت يعني أختار أكثر وأكثر. طيب شو اللي اختلف في الشريط الثالث أو الألبوم الثالث عن سابقي؟ أولا التنفيذ، تعاملي مع الملحنين أصبح مدروس، نجلس على العمل يوم يومين أسبوع شهر شهرين إلى أن نصل لنتيجة معينة، وكذلك المؤلف أصبحنا يعني أو أصبحت حريص جدا على العمل. وصد نجاح هذا الشريط؟ بدون شك الحمد لله لقى نجاح جيد جدا ممتاز. وليلة أبو الأسرار كان لها زي ما قلت لك إضافة جيدة في مشواري. نعم. طيب بودنا أيضا نسمع شيء من شريط الليلة أبو الأسرار، بس على شرط. نعم. تغني معي. صوتي مو حلو. صوتي مو حلو. يلا. الليلة أبو الأسرار من كلمات الأستاذ ناصر بن جريد ومن ألحان الفنان سامي إحسان. اتفقنا بترد معاي، ها والشباب طبعا حافظين بيردوا معاي. أنا ما أقدر. الليلة أبو الأسرار، الليلة أبو الأسرار، الليلة أبو الأسرار، الليلة أبو الأسرار، الليل الليلة أبو الأسرار، الليلة أبو الأسرار، هو الليل الليلة أبو الأسرار، الليلة أبو الأسرار، الليل أبو الأسرار، الليلة أبو الأسرار. من أمس عيت تغيب الشمس وعيا يجينا الليل،
الليل ابو الاسرار الليل ابو الاسرار الليل ابو الاسرار الليل ابو الاسرار وفيها الهوى والهمس ومن امس عيت تغيب الشمس وعيا يجينا الليل الليل ابو الاسرار الليل ابو الاسرار والليل ابو الاسرار الليل ابو الاسرار فيها الهوى والهمس ومن امس عيت تغيب الشمس وعيا يجينا الليل الليل ابو الاسرار الليل ابو الاسرار الليل ابو الاسرار الليل ابو الاسرار قصه غياب الشمس قصه لها تكرار يوما ورات هي يوم اشرقت شمس غابت ورا الانوار صار القمر في قصة غياب الشمس قصة لها تكرار يوما ورته يوم 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 اشرقت شمس غابت ورا الانوار صار القمر في ومن امس عيت بغيب الشمس وعيا يجينا الليل الليل ابو الاسرار الليل ابو الاسرار ايوه ايوه الليل ابو الاسرار الليل ابو الاسرار وفيها الهوى والهمس ومن امس عيت تغيب الشمس وعيا يجينا الليل الليل ابو الاسرار والليل ابو الاسرار الليل ابو الاسرار وتلفت البحار والده يجي منا والده يروح منا ودي يضيع النهار في رحلة الاسرار والليل ابو الاسرار لفت البحار والده يجي منا والده يروح منا ودي يضيع النهار في رحلة الأسرار في رحلة الأسرار والليل أبو الأسرار الليل أبو الأسرار والليل أبو الأسرار فيها الهوى والهمس ومن أمس عيت تغيب الشمس وعيا يجينا الليل الليل أبو الأسرار والليل الليل الليل أبو الأسرار والليل أبو الأسرار أبو الأسرار الليل الليل أبو الأسرار الليل أبو الأسرار ما دمنا غنينا عن الأسرار وأنا وفيت بوعدي يا عبد الله ما دمنا تكلمنا في الأسرار ودنا أيضا نطرق باب هام جدا وهو أغنية السمارك بدون أسرار نبي نتكلم على المكشوف قلت لي قبل لا ندخل الاستديو ان الاغنيه او الالبوم اللي يحمل هذا العنوان اثار ضجه شنو قصه سمارك والله سمارك يعني انت يا اخي ما ادري كيف تصطاد يعني في الـ في الـ في الوقت الضايع ها احنا سهرتنا بدون اسرار على فكره موضوع شريط سمارك طبعا سمارك عندنا الشركه المعروفه طبعا الكبيره لكن انا اخترت سمارك يعني بمعنى السمار نعم هونك هونك أسرني سمارك الكلام بعيد جدا عن موضوع السمارك اللي في بالك واللي في بال الجميع يعني ما هي مقصودة هي غير مقصودة ولكن أنا كتبت اسم الشريط
بنفس عجبني شعار الشركة فكتبت بنفس شريط سمارك بنفس الكتابة بنفس الخط اللي مكتوب فيه سمارك. فجاء الإيحاء مطابق. طبعا الناس اعتبروها دعاية لشركة سمارك، لكن أنا والله يعني أقولها أنه ما أخذت ولا أبيض ولا أحمر ولا كتاب شكر. لا كان في خطابات يعني أنه كيف تتخذ الاسم هذا ولولا أنك يعني فنان ولك مكانتك عندنا كان مفروض نقاضيك وكان مفروض يعني اللي حصل عكس تماما. أي ولكن في نفس الوقت كانت حركة بالنسبة لهم يعني ممتازة، حركة دعائية غير مقصودة. نعم. حتى أنهم كتبوا والله كل موظفين الشركة يستلموا الرواتب ومعاه شريط سمارك. الحقيقة كان لها رد فعل جميل جدا بالنسبة للفنان وبالنسبة كثرة الكلام على عمل هذا دليل نجاحه، والحمد لله كانت ناجحة جدا. وسمارك لقت نجاح ممتاز جدا والحمد لله. نعم. ننتقل من سمارك إلى العيون أو بحر العيون. ودنا تكلمنا عن ألبومك بحر العيون. بحر العيون ما في مشكلة هذا؟ لا ما في مشكلة. أي مشاكل يا أخوي؟ ما في مشاكل. صراحة بحر العيون أول عمل عاطف يجمعني مع اسمه الأمير محمد العبد الله الفيصل. محمد العبد الله الفيصل يعني مهما أقول عنه طبعا شاعر له مكانته في الخليج في العالم العربي. من وأنا طفل طبعا أغانيت وذاع. نعم. لسان محمد عبد وطلال مداح. أول عمل كان يجمعني فيه مع الأمير محمد كان عمل وطني في أيام الأحداث. هذا العمل كان عاطفي وشريط كامل، عبارة عن شريط كامل في أربع أعمال. والشكل الثاني أنه كان خالد الشيخ هو البطل الثاني في هالشريط، ملحن الشريط كاملا. كان أسلوب جديد بالنسبة لي وكان وضع مختلف أو نقلة مختلفة أيضا، مرحلة زي ما سبق أنه تكلمنا مرحلة مختلفة. نعم. في حياتي. فكانت أغنية بحر العيون وسيد الغواني لقت نجاح كبير جدا الحمد لله. وكل عمل طبعا أنا كنت ضد الفكرة أنه أربع أعمال وملحن واحد لمؤلف واحد وملحن. نعم. واحد. لكن لما شفت الأفكار مختلفة جدا، أجواء مختلفة. نعم. أنا اللي طلبت أنه أغنيها كلها، مع العلم أنه كان مفروض أغنية واحدة لي من الأعمال هذه، لكن طلبت من اسمه الأمير محمد ومن خالد الشيخ أنه نكمل أربع أعمال ونقدمها في ألبوم واحد بأشكال مختلفة. جميل. طيب هذا أيضا يدفعني للسؤال عن ملحن آخر ومطرب آخر أيضا في المملكة العربية السعودية، وهو مطرب شهير تميز بلون غنائي عاطفي رائع، وهو عبادي الجوهر. نعم. ما الجديد مع عبادي؟ عبادي الجوهر فنان يمثل هرم في الأغنية الخليجية. تعاملت مع عبادي الجوهر في شريط الليلة أبو الأسرار. نعم. كانت أغنية اسمها أنا لي في الهوى صاحب وصاحب، بأسلوب رائع وبعزف. طبعا عبادي كان له دور كبير في التنفيذ لأنه شارك بعزفه على العود في الصولوهات كلها، وكانت مشاركة يعني رائعة منه في سبيل أنه تعامله مع الفنانين بأسلوب جيد وبأسلوب رائع. الحقيقة أشكره عليه جدا. كانت رائعة الأغنية، كانت بسيطة وكلامها بسيط وحتى أسلوب لحنها أبدع في عبادي. والحمد لله يعني لقت كثير من النجاح. نعم. بالطبع لك جمهور في داخل دولة الكويت، وبالتالي هم هل ستتعاون مع كتاب كويتيين وملحنين أيضا كويتيين؟ أكيد أكيد في تعاملات كثيرة مع الفنان سليمان الملا والأستاذ يوسف المهنا راشد الخضر وكذلك المؤلفين بدر بروسلي أحمد الشرقاوي. في ترتيبات على التعامل
بترتيبات كثير جاية إن شاء الله. نعم. وأنا حريص عليها الصراحة. طيب وبودنا أيضا نتعرف إلى أغنية أحمد الشرقاوي، هل هي جاهزة؟ هي في طور التجهيز الآن، إحنا سجلناها من هي من ألحان دكتور عبد الرب إدريس، وإن شاء الله في الشريط القادم حتكون موجودة. نقدر نسمع منها شوية ولا؟ أنا أفضل أنها تكون مفاجأة عشان يعني التوقيت يكون متناسب إن شاء الله. نعم. على طاري المفاجأة ذكرتني أيضا بعلي عبد الكريم صاحب المفاجأة. نعم. هل لك تعاون مع علي عبد الكريم أم ولا الزعل موجود من أيام الذكرى الأولى للانطلاقة؟ لا لا بالعكس، علي عبد الكريم أخ وصديق وفنان. نعم. طبعا له باع طويل وله لون مميز. احنا تعاملنا اخوي، واكيد باذن الله يتم تعامل علي، ما شاء الله عليه ملحن ممتاز، وان شاء الله يعني نتمنى يكون في تواصل اكثر واكثر بين الفنانين عموما. جميل. طيب مو ملاحظ تكلمنا كثير والشباب بانتظارنا، نسمع اغنيه من الشباب ولا مني؟ لا طبعا. ولا احنا الاثنين؟ من الجميع. طيب ايش راح تختار لنا؟ احنا تكلمنا على شريط بحر العيون، فحابب انه اغني اغنيه سيد الغواني. نعم. حافظينها الشباب وكانوا طلبوها مني، انه اصروا انه اغنيها في اللقاء. باعتقادك من سيد الغواني، السمر ولا البيض؟ السمر والبيض موضوع وسيد الغواني موضوع. اي حسيبك الله موضوع. سيد الغواني قلبي عصاني، سيد الغواني قلبي عصاني، يمك خذاني يشكي لك الحال، دايم تغلى سببت والله، دايم تغلى سببت والله، في القلب علا ما عاد تنطال. سيد الغواني قلبي عصاني، سيدي سيد الغواني قلبي عصاني، يمك خذاني يشكي لك الحال، ودايم تغلى سببت والله، والله دايم تغلى سببت والله، في القلب علا ما عاد تنطال. يا نور عيني يوم اكتبيني، دايم تجيني دايم تجيني والشوق مرسال، دايم تجيني والشوق مرسال. يا نور عيني يوم اكتبيني، دايم تجيني دايم تجيني والشوق مرسال، دايم تجيني والشوق مرسال. يا هي اليوم اشوفك تشكي ظروفك، اليوم اشوفك تشكي ظروفك، يمنعك خوفك من قيل قوال. سيد الغواني سيدي قلبي عصاني، سيد الغواني أيوة قلبي عصاني، عاشوق خذاني أيوة يشكي لك الحال، ودايم تغلى سببت والله، والله دايم تغلى سببت والله، في القلب علا عاشو عاشو. انجاك مني او قيل عني، انجاد ظني انجاد ظني فالناس عذال، انجاد ظني فالناس عذال. انجاك مني او قيل عني، انجاد ظني انجاد ظني فالناس عذال، انجاد ظني فالناس. والله والله ما شفت حالي يا كل مالي، ما شفت حالي يا كل مالي، مرتاح بالي و
والدمع همال سيد الغواني سيدي قلبي يا صاني والله سيد الغواني قلبي يا صاني يمك خذاني يشكي لك الحال دايم تغلى سببت والله والله دايم تغلى سببت والله بالقلب علاه معك ظني فالناس عذال إن جاد ظني فالناس عذال إن جاك مني أو قيل عني إن جاد ظني إن جاد ظني فالناس عذال إن جاك ظني هيا هيا ما شفت حالي يا كل مالي ما شفت حالي يا كل مالي مرتاح بالي والدمع همال سيد الغواني سيدي قلبي عصاني والله سيد الغواني قلبي عصاني يمك خذاني يشكي لك الحال دايم تغلى سببت والله والله دايم تغلى سببت والله بالقلب علاه ما عاد تنطى وبالقلب علاه ما عاد تنطى بالقلب علاه هيا هيا وبالقلب علاه ما عاد تنطى وبالقلب علاه وبالقلب علاه ما عاد تنطى. يعطيكم العافية شباب. جميل. عبد الله يقولون ان التراكات او نظام التسجيل الصوتي الحديث للاغنيه خدم اناس كثيرين منهم مطربين ما كانوا راح يغنون لولا وجود هذا النظام. فايش رايك؟ هل افسد الذوق نظام التراكات او التطور التكنولوجي اللي صاحب الاغنيه؟ انت قلت السؤال هذا يعني ذو حدين، انه في فنانين ما لهم علاقه بالفن وساعدهم نظام التراكات في الظهور. نعم. كلامك صحيح، ولكن المستمعين أو الجمهور ذواقين، ومهما حاولت في تحسين الصوت وتعديله يصل للناس بإحساسهم. في كثير طبعا يستخدموا نظام أنه عمل تراكين في صوتهم او اكثر من تراك يقوي صوت لتضيع اي يعني ضعف في الصوت. هذا حاصل عند كثير جدا من الفنانين. نعم. للاسف الشديد. لكن في الحفله بيبان، او في جلسه تبان مقدره الفنان وعطائه وعزفه وادائه، ينفضح في السهره او في الحفله. لذلك نظام التراكات خدم الأغنية بشكل وضرها من شكل من ناحية أخرى. كيف؟ خدمها في تطور وفي راحة للكل، وممكن تعيد الصولو 50,000 مرة، ممكن تعيد العمل بشكل عام يعني تلعب فيه. ولازلنا في تطورات كبيرة، الكمبيوتر دخل الآن أنه يلعب لك في جملة معينة تحبها، أنها تكون على التون الفلاني، تنزل على المقام الفلاني، تصور. طبعا هذه أشياء كثير الجمهور ما يعرفها، ولكن العاملين في المجال الفني هذه، وهي طبعا تطور وتكنولوجيا بحتة، فقد الإحساس، إحساس العمل الجماعي. شوف إحنا الحين نغني ويعني كلنا كذا مع بعض في جو صراحة، لكن في الاستوديو في التزام. أي نعم التزام مطلوب، لكن روح العمل وصوله للناس ترى صعب أنه تجيب شيء رسمي كذا وتفرضه على الناس فرض إذا ما كان في روح حلوة. نعم. نأتي أيضا إلى مرحلة أيضا هامة جدا في الأغنية، أين الأغنية العربية ومن الهارموني؟ هل حاولت استخدام الهارموني في الأغنية؟
التوزيع الهارموني في كل عمل يعني يضيف لمسات، ولكن للأسف ما عندنا موزعين هارموني أو متخصصين في التوزيع الهارموني من الخليج، يعني قلة جدا وندرة جدا إذا وجد. لكن أنا بصراحة ما أعرف أنه في موزع هارموني متخصص. ليش إحنا نتعامل في القاهرة أو تسجيلنا يكون في القاهرة وجود الموزعين؟ طبعا أكفاء ودارسين بدون شك، لكن الروح تكون بعيدة تماما. أنا أقولها لكل الفنانين، يعني حرام أنه أو الملحنين كذلك، حرام أنه ملحن يحط أو يضع جملة لحنية حلوة أو وفنان يغنيها ويجي الموزع يخرب له إياها بأسلوبه بشكل غربي. هذا حرام ترى، يعني شكل العمل يضيع. الناس طبعا ما يهمهم إيش الجملة التوزيع هذه الهارموني اللي محطوطة خلفية، هي خلفية كستار كبرواز يعني خفيف بعيد جدا. لكن صراحة أنا عن نفسي أقول إذا ما كانت من نفس روح العمل فإنها تسيء للعمل. لذلك أنا بكون حريص جدا أنه التوزيع يكون خفيف، إلا إذا كان عمل كله موزع. نعم. توزيع هارموني بحت كامل. إذن الأغنية الخليجية ينقصها فقط موزع الموسيقي أو الموزع الموسيقي المتخصص. متخصص ومن وابن البيئة. البيئة نفسها. نعم. أيضاً هذا يجرني إلى سؤال آخر. نملك في منطقة الخليج استديوهات ضخمة جداً ومعدة بأفضل أجهزة التكنولوجيا الحديثة وحتى الكمبيوترات. نعم. ولكن فقط يتم تركيب الصوت في استديوهاتنا. هل نحن بحاجة إلى إنشاء فرقة أيضاً في استديوهاتنا؟ والله هذا السؤال أيضاً يعني مطلوب طرحه. وجود المعاهد نفتقد وجود المعاهد الموسيقية بالشكل المطلوب في يعني في الخليج. يعني الحمد لله احنا عندنا مجلس تعاون خليجي، نتمنى انه يكون معهد خليجي، لانه احنا نملك امكانيات يعني صوتية رائعة، امكانيات شباب ما شاء الله عندهم هواية، وكل هذا اللي يعني بنسمعه كلها هواية واجتهادات شخصية. لكن لو أضيف لها لمسة علمية الحقيقة حيكون لها تأثير كبير ونضاهي في العالم العربي كله إن شاء الله. إن شاء الله. لذلك وجود فرقة شيء مهم جدا نفتقده، فرقة متخصصة وفرقة كاملة. لذلك إحنا نضطر إنه نتعب ونسافر ونسجل ونتغرب ونغيب عن أهلنا وأمور كثير. نعم. أخيرا عبد الله، سؤالي الأخير في سهرتنا لهذه الليلة، صوت الوتر، هل عبد الله رشاد سينتهج نفس المنهاج الغنائي اللي ماشي عليه ولا سيتم تغييره بأسلوب آخر؟ هل تعتقد أو باعتقادك أن الساحة الآن الخليجية متعطشة للون غنائي جديد؟ نلاحظ كل 10 سنوات هناك لون. نعم. طبعا كل مرحلة ولها يعني لكل وقت له أسلوبه الخاص. الفترة القادمة عندي عمل إن شاء الله يكون مختلف، عبارة عن جلسة من النوع المختلف جدا. في جلسة أنا والفنانة نوال، مؤلف مجموعة مؤلفين وملحن سعودي اسمه خالد عبد الكريم، وفكرتها مختلفة الحقيقة، يعني فكرة كعمل دويتو. نعم. الفكرة هذه تنقصنا كثير في مجتمعنا الخليجي، لكن أنا حبيت أنه نشارك بهالعمل في تقديم عمل مختلف إن شاء الله. إن شاء الله. عبد الله، قبل ما أطلب منك أن تودع جمهورك بأغنية تختارها، هل أنت متفائل أم متشائم بالنسبة لمستقبل الأغنية الخليجية؟ والله يا أخي لازم أكون متفائل جدا، لأنه أنا واحد من الناس اللي محطوطين في وجه الصورة. نعم. فمتفائل جدا جدا إن شاء الله للأعمال الخليجية، وخاصة بانتشار القنوات الفضائية. هذه أضفت لون أو
شكل خطير جدا لمستوى الأغنية الخليجية، إن شاء الله يصل للعالمية من خلال مخرجينا المحليين إن شاء الله يا رب. نعم، قبل أن أنهي أجدني مضطر وأنت تجرني أيضا إلى سؤال آخر، هل الأغنية اللي تكتب على شكل قصيدة أنا نمطية؟ مشكلة كل شوية أجر لك على سؤال يا أخي. طيب، هل الأغنية اللي مكتوبة على شكل قصيدة نبطية تكون مفهومة للمستمع في شمال أفريقيا وفي وادي النيل مثلا وفي الشام؟ لا بس هذا سؤال كويس يعني، وأنا برضو أرجع نفسي في دائرة معاك مشكلة، ما أبغى أتوسع في هالأمور لأنه لكل منطقة لها لونها، يعني لكل مكان وزمان له لون معين. الأغنية الشعر النبطي له سميعة معينين، لها صور مختلفة تماما، ويمكن إحنا عندنا في المملكة مش كل المناطق يفهموا مع صورة الشعر النبطي اللي هو شعر غني وقوي جدا، لكن في الغربية ما بيفهموا كثير الشعر النبطي، الآن بدأ يفرض بشكل جيد. نعم، والآن نحن نستعد للرحيل. نعم، نمشي؟ قبل لا تمشي عبد الله، ايش راح تسمع جمهورك في الكويت اللي تعرف عليك من خلال هذه السهرة، وأيضا نأمل أن هذه السهرة تكون مشاهدة أيضا على القناة الفضائية، وبالتالي الجمهور في كل مكان سيشاهد عبد الله رشاد. صحيح أنت غني عن التعريف، ولكن كما قلنا أنت مقل في انتشارك الفني. نريد أغنية تكون مسك الختام مثل ما يسمونها. والله أنا يعني السهرة حقيقة يعني شيقة جدا، وأنا خايف أنه يكون طولنا عن الناس وأزعجناهم، لكن نرجو منهم المعذرة. وأنت قلت سهرة صوت الوتر، يعني خليتني أنجر برضو زي ما تقول على أغنية. أغنية صوت الوتر من كلمات شاعر محمد بن عبود وألحان الفنان مدني عبادي، إن شاء الله أنها تعجب الجمهور وتكون ختام طيب للسهرة. مسك الختام. نعم، إن شاء الله. سمعت صوت الوتر من عود، فزيت من نومي وغنيت لأنني كنت به موعود. يا ليت يصدق معي، يا ليت نادى حبيبي 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 ولو لبيت. سمعت صوت الوتر من عود، فزيت من نومي وغنيت. سمعت صوت الوتر من عود، فزيت من نومي وغنيت لأنني كنت به موعود. يا ليت يصدق معي، يا ليت نادى حبيبي 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 ولو لبيت. سمعت صوت الوتر من عود، فزيت من نومي وغنيت لأنني كنت به موعود. يا ليت يصدق معي، يا ليت نادى حبيبي 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 ولو حبيبي 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 ولو لبيت. جود باللقاء يا حبيبي جود، وتمن وخذ كل ما تمنيت. جود باللقاء يا حبيبي جود، وتمن وخذ كل ما تمنيت. حبل الهوى بيننا مشدود،
انحطيت ونادى حبيبي 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 ولو لبيت نادى حبيبي 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 ولو عاشوا 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 سمعت صوت الوتر من عود فزيت من نومي وغنت ايوه ايوه لانني كنت به موعود يا ليت يصدق معي يا ليت نادى حبيبي 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 ولو عاشوا عاشوا نادى حبيبي 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 ولو بقصدي ولا بلا مقصود نسيت يا زين وتناسيت بقصدي ولا بلا مقصود نسيت يا زين وتناسيت حبل الهوى بيننا مشدود معاك انطرت وانحطيت ونادى حبيبي 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 ولوه لبيت نادى نادى حبيبي 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 ولوه والله سمعت صوت الوتر من عود هزيت من نومي وغنيت ايوه ايوه لانني كنت به موعود يا ليت يصدق معي حبيبي ولوه لبيت نادى حبيبي 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 ولوه لبيت سمعت صوت الوتر من عود فزيت من نومي وغنيت سمعت صوت الوتر من عود فزيت من نومي وغنيت لأنني كنت به موعود يا ليت يصدق معي يا ليت نادى حبيبي 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 ولوه لب شيلو نادى حبيبي 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 ولوه ايوه ايوه ونادى حبيبي 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 ولوه لبيت نادى حبيبي 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 ولوه لبيت نادى نادى حبيبي 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 ولوه لبيت نادى نادى حبيبي عاشوا عاشوا والله والله نادى حبيبي 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 ولوه لبيت في النهاية يعطيكم العافية جميعا عبد الله رشاد الفنان السعودي اللي عرفناه من خلال صوت الوتر وعرفنا أكثر من خلال سهرة صوت الوتر نتمنى لن نكون قد أثقلنا عليك في كثرة الأسئلة والتحقيق حول بعض الموضوعات وسامحنا بالعكس والله أنا شاكر جدا أتمنى أنه يكون التقائي بالجمهور الخليجي عموما والجمهور الكويتي خاصة دائم التواصل وأقدم شديد اعتذاري إذا كان هناك أي تقصير مني وأقول لكم شكراً على السهرة الحلوة هذه اللي إن شاء الله أنها تكون خفيفة الدم على قلوب الناس كلهم سمعت صوت الوتر من عود فزيت من نومي وغنيت
لأنني كنت به موعود. يا ليت يصدق معي، يا ليت نادى حبيبي 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 ولوه لبيت. سمعت صوت الوتر من عود، فزيت من نومي وغنيت، لأنني كنت به موعود. يا ليت يصدق معي، يا ليت نادى حبيبي 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 ولوه لبيت، نادى حبيبي حبيبي حبيبي.